بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب في فريق الدعوة والتميز؟ أهلا بكم النهاردة في فريق الدعوة والتميز في أنظمة تشغيل اليونكس. النهاردة هناخد درس تنصيب البرامج ذات الحساب الدميانية. البرامج دي يا جماعة بنجيبها عن طريق موقع اسمه getdebian.net. البرامج اللي بتنزل بهذه الحزمة زي ما شايفين كده. نخش على أي برنامج ونحمله. طبعا أنا حملت برنامج مسبقا وهو بيبقى بهذه الطريقة، بيبقى اخره .deb زي ما انتم شايفين كده. هندوس عليه دبل كليك عشان نسطبه. عملية بسيطة جدا، محتاجش غير يعتبر كليكات. هنا بيقولك عايز حاجة اسمها globus.data. طبعا دي نزلتها من الموقع، يعني انت لما دخلنا الموقع هنا عشان ننزل البرنامج، انا نزلت البرنامج ده. خش هنا هنلاقي مثلا ايه، خش على نوع النظام بتاعنا 32 بايت. هنا هتنزل الاتنين دول، هتنزل الجلابس وجلابس اند جلابس داش داتا. هو انت لما جيت تسطب الجلابس بس قال لك لازم تسطب الجلابس دوت داتا، وهو طبعا مديها لك على الموقع، بيوفر عليك طبعا عامل البحث زي ما انتم شايفين كده. هنعمل انستوليشن للجلابس داش داتا الاول عشان نقدر نعمل انستول للجلابس فقط. انستول باكج، هندخل باسورد اليوزر. اوكي كده تمام. اول ما بيخلص بيحول دي بدل انستول رينستول باكج. اوكي نروح على الثانية عشان نسطبها. فتحت مرتين في لحظة فيهم. زي ما انتم شايفين بقت متاحه للتثبيت عكس المره الاولانيه قبل ما نسطب بقيه البرنامج. هندوس انستول باكج، ندخل باسورد اليوزر. وطبعا كل شويه بندخل باسورد اليوزر، دي حته امانيه بيديك امان ان محدش يعرف يسطب برامج من غير ما يعرف الباسورد بتاعك. محدش يعرف يخش على عمليه تسطيب البرامج غير لما يعرف الباسورد بتاعك. طبعا دي حته امانيه، هي بتبقى تقيلة شوية انك كل شوية تدخل الباسورد بتاعك، بس في نفس الوقت تبقى حتة امان، امان جامد يعني، بحيث محدش يعرف يعدل على النظام بتاعك غيرك انت، غير لما تعرف الباسورد بتاعك. كده خلاص كل حاجة هتتظبط. هنروح نشوفها. برنامج اهو زي ما انتم شايفين كده، تم تسطيب البرنامج بنجاح. وهنا انتهى الدرس. اللقاء في درس قادم ان شاء الله.